السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين مازال المغرب الأوفياء، مرحبا بكم في هذه الحلقة إن شاء الله جديدة. اليوم في عمر السمان 3 أيام، اليوم هو 11 أكتوبر 2023. كما كتلاحظوا الإخوان، فاليوم في عمر السمان ديالنا 30 يوم. هذه التفقيصة اللهم بارك، هذه درنا واحد ما يقارب إن شاء الله واحد 1210 ديال البيض، كنا تقديناها عند الأخ عبد العزيز اللي في مدينة تفلت، والحمد لله النتيجة راه واحد 85%، النتيجة 85%، اللهم بارك ما شاء الله. كما كتلاحظوا معنا راحنا وزعنا له الشرابات، درنا له وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة الشرابات، والكالات فرقناهم ليه. خلاص ضروري الإخوة اللي باش كيفقصوا السمان أو الدجاج حاولوا يعطيو ديك التيم بي سيفا ولا التيم بي اس مزيان 3 أيام الأولى، بعدا كيعاونوا الفلوس ديالهم إخوة الكرش. والحمد لله النسبة راها مزيانة ولله الحمد. التفقيصة اللي كانت فرحنا بعناها، مشات لمدينة السبت ثمان الليل عند واحد محمد ديال مدينة الدار البيضاء المحمدية، بعنا واحد الأخ الله يوفق ليه تاهو ويعاونو، وحنا غادي نقلقو. نتمنى من الله التوفيق للجميع والله يسهل على الجميع. غادي نحاولوا ما امكن نديروا معكم فيديوهات، دائما كنستعنوا بالسخان ديال اللي كتراو، هذا هو البيت اللي كان نفقصوا فيه. ان شاء الله البيع غادي يكون في العمر ديال 20 يوم للفوق، إذا بغى شي واحد شي كمية فمرحبا به على الرسول، يعني بكل فرح إن شاء الله. كما كتلاحظ